تحدثتم حول السياسة الاستثمارية، إنكم الرئيس السادس للجزائر المستقلة، وأنت تعمل كثيرا لتطوير الجزائر، ونحن نعرف أن لكم تقاليد خاصة لمكافحة الاستعمار وللتطور المستقل. فنتيجة لهذا النضال البطولي أصبحت الجزائر دولة مستقلة، والآن تتعرض الجزائر لضغوطات. يحاول البعض جعل الجزائر يقف في صف واحد مع البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا ولا تشتري، حتى لا تشتري الجزائر الأسلحة من روسيا. كيف يمكن أن ترد على ذلك؟ أرد على ذلك بكلمة واحدة، أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.